2017 حضرتك اعلنت ان هو عام المرأة المصرية. عندنا 4 وزيرات، عندنا 89 نائبة في البرلمان، وده اكبر عدد تقريبا في تاريخ البرلمان في مصر. عندنا لاول مرة محافظة سيدة. هل بنتوقع انه في الفترة الجاية الاعداد دي تزيد، بس تزيد للمؤهلات؟ عايزين رئيس وزراء. يعني مش كده، لكن هقول لكم حاجه تاني. هو الموضوع مش بس على قد ان هو التمكين معناه انك انت تعطي وظائف او تعطي مناصب، ابدا. التمكين هو الاحترام اللي بين اي انسان ماشي في الشارع وبين اي سيده او شابه ماشيه في الشارع. ده التمكين الحقيقي، مش ابدا تولي الوظائف والله. نعم. لان يعني ايه النهارده ان مثلا يعني ان انا اقول ان انا مثلا عندي في الوزاره نصهم. بالمناسبه النهارده في طابور ال طابور ال في الـ في الـ في الماراثون اللي اتعمل الصبح، عارفه مين اللي حاضر معايا الصبح؟ السيدات بس. هم اللي صاحيوا بدري. لو حد يزعل يعني وزير الشباب طبعا، لانه مش معقول يعني يفوتوا الكلام ده، لكن كل الـ السيدات الفضليات اللي كانت موجوده معانا في الوزاره كانوا حاضرين وبيجروا معانا وكده. ارجع تاني اقول لكم ان التمكين ليس فقط من خلال تولي الوظائف والمناصب. التمكين الحقيقي هو الاحترام الحقيقي، هو التقدير الحقيقي للانسان، للرجل، للشاب، للفتى، للفتاة أو للشابة أو للمرأة. تقدير حقيقي. أقول لكم حاجة، المفروض الراجل يحط إيده على ظهره كده لما يكلم الست، حتى ما تخافش، مش يزعق ويشتم. مش عارف كده الرجالة هيزعلوا مني بقى ويقول لك إيه وإحنا داخلين على انتخابات يعني. شكرا جزيلا.